يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 57. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، عنوان مجموعة من الحلقات تتناول موضوعات ترتبط بواقعنا الشيعي المعاصر. بدأت مع هذا العنوان، دجال سجستان. مر الكلام في جزئين بخصوص هذا العنوان، وهذا هو الجزء الثالث. حدثتكم في الجزئين المتقدمين عن جهتين، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصهما كي أنتفع من الوقت لكثرة المعطيات التي تحت يدي. أنتقل إلى الجهة الثالثة، وهي جهة تطبيقية. الكلام عن السيستاني، عن المرجع السيستاني المعاصر. مثلما قلت لكم فيما يرتبط بهذا العنوان، دجال سجستان، يمكن أن ينطبق على السيستاني، لكننا لا نملك دليلا قطعيا على ذلك، إلا أننا إذا درسنا حياته وتفاصيل مرجعيته فإنه دجال قطعا، بغض النظر عن عنوان دجال سجستان الذي جاء في الأحاديث والروايات. قلت لكم من أنني سأسلط الضوء على مجموعة نقاط، أولها مؤسسات
السيستاني الفاسدة ووكلاؤه الساقطون أخلاقيا ودينيا. هذه ظاهرة عامة في وكلاء المراجع عموما، لكن الخوئي تميز بأن أكثر وكلائه الساقطون أخلاقيا ودينيا، وهم أصبحوا وكلاء للسيستاني. مؤسسات السيستاني الفاسدة ووكلاؤه الساقطون أخلاقيا ودينيا. قبل أن أبدأ بعرض المعطيات ألفت أنظاركم إلى أن القوم يكذبون ويكذبون، وسأعرض لكم مثالا لكذاب من كذابيهم، إنه علي الكوراني، كذاب من كذابي المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. سؤال حول شبهات الغزي حول المرجعية، غفر الله لهذا الغزي، عنده أفكار حلوة ومكان يطرح شيء مخالف لمشهور الشيعة، ثم بلش خصف في زيد وعمر من المراجع، والذي يتكلم على المراجع يضر نفسه هو كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وهذا نحن ما نقبل أي كلام، مراجعنا ما نقول معصومين لكنه في مقام عالي، وهؤلاء هم الذين يمثلون الأئمة عليهم السلام ويمثلون المذهب، ما نقبل بالكلام عليهم. عندك إشكال علمي تفضل أشكل إشكالا علميا، لكن تهم ومكذوبات. أنا حققت في كذبة كذبها هذا الغزي، يقول عن مركز في هولندا، مركز أخذه السيد السيستاني، أن هذا يؤجر مرقص. أنا مدعو له، كم مرة رحت حضرت فيه، كان بالأساس مرقص واشتروه، كان مرقصان، كان مكان حفلات وما شابه، حرروه طهروه شطفوه وصار يذكر فيه الله ورسوله وأهل بيته، يقام فيه مناسبات الدينية والمحاضرات الدينية. ما هذا الكلام؟ يكذبون صراحة، وهذا يضرهم ويرجع عليهم أيضا. كذاب هذا الرجل، كذاب كذاب كذاب، وسأثبت لكم ذلك بالوثائق القطعية التي سأعرضها بين أيديكم، لكنني أعلق على بعض كلامه. هو يقول أنا مدعو له، مدعو في هذا المركز، إنها مؤسسة الكوثر، المؤسسة السيستانية في مدينة لاهاي في هولندا. يقول أنا مدعو له، كم مرة رحت حضرت فيه. أنا أسأل هذا الكذاب، فهل يعقل حينما يتفقون معك على برنامج ديني يكون في الوقت الذي تقام فيه الحفلات الماجنة، الحفلات الراقصة؟ هل هذا منطقي؟ أنت تفكر بعقل بشر أم بعقل حمار، بعقل بعير؟ بأي نوع من العقول أنت تفكر؟ قطعا حينما يدعونك إلى مؤسسة الكوثر سيكون ذلك في يوم لا تقام فيه الحفلات الماجنة. ها
هذا منطقك منطق سليم أم أنك تريد أن تكذب حتى تكذب كلامي؟ ثم أنت تقول: يا أبا ياسر، أنا حققت في كذبة كذبها هذا الغزي، يقول عن مركز في هولندا، مركز أخذه السيد السيستاني، أن هذا يؤجر مرقص. نعم، أنا قلت هذا وأقوله، وسأثبت ذلك بالوثائق القطعية. لكنني أسألك: يا أبا ياسر حبيبي، كيف حققت في كذبتي هذه التي كذبتها من فوق ومن جوه؟ يبدو أنك محقق من جوه، لأن النتيجة ستخالف الوثائق التي أعرضها الآن. مرة ثانية، إذا تحقق حقق من فوق، لا تحقق من جوه أبو ياسر حبيبي. رجاء اعرضوا لنا مجموعة صور لمؤسسة الكوثر السيستانية، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في الصورة الأخيرة. إنها صورة ليافطة سوداء كتب عليها يا زهراء. هذه اليافطة كانت معلقة في صالة مؤسسة الكوثر في مناسبة شهادة الصديقة الكبرى، وكانوا قد علقوا السواد في المؤسسة، ومن جملته هذه اليافطة. في أيام شهادة الصديقة الكبرى كانوا قد أجروا المؤسسة لحفلة تركية ماجنة راقصة، فرفعوا السواد ونسوا أن يرفعوا هذه اليافطة كي تكون سببا لفضيحتهم. سأعرض لكم صورتها، وبعد ذلك ستشاهدونها في داخل الفيديو أثناء الحفلة الماجنة الراقصة. رجاء اعرضوا لنا الصور. هذه الصورة الأولى لبناية المؤسسة. الصورة الثانية، هؤلاء هم من المشاركين في حفلات المؤسسة الماجنة الراقصة. الصورة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. هذه اليافطة التي أشر عليها بسهم أسود. التصوير ليس جيدا لكنه واضح، بإمكانكم أن تشخصوا المعالم. هذه يافطة سوداء كتب عليها يا زهراء، لقد نسوها معلقة وبقيت موجودة أثناء الحفلة الماجنة الراقصة. هناك فيديو طويل للحفلة التي سأعرض جانبا منها، اقتطعنا مقطعا من هذا الفيديو من حفلة ماجنة راقصة في مؤسسة الكوثر السيستانية. وهذه الحفلة أقيمت في أيام شهادة الصديقة الكبرى، اليافطة أدل دليل على ذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. Oh!
هذه المؤسسة يشرف عليها صهر السيستاني مرتضى الكشميري الذي نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي. هو الذي يشرف على هذه المؤسسة وبأوامره يفعل هذا في المؤسسة، لأنه قد عين شخصا من قبله مسؤولا عن هذا الموضوع، ياسين المفرجي، وهو من العاملين في هذه المؤسسة. هناك اتصال تليفوني، هذا الاتصال أجراه شخص تونسي مع ياسين المفرجي الذي هو معين من قبل مرتضى الكشميري لإدارة هذه الحفلات الماجنة. رجاء اعرضوا لنا المكالمة، وأتمنى على المشاهدين، لأنني لا أجد وقتا لتكرار عرضها، أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في الكلام الذي يجري بين المتصل التونسي وبين ياسين المفرجي الذي عينه مرتضى الكشميري لإدارة هذه الحفلات الماجنة الراقصة، أن يدققوا النظر إلى تقسيم للراقصات، فهناك راقصات محترمة وهناك راقصات ليست محترمة. هذا يذكرني باللقاءات التلفزيونية لراقصات المصرية، فحينما يبدأ الحوار وتأخذ الراقصة بانتقاد راقصة أخرى من أنها لا ترتدي بدلة رقص محتشمة، من بركات المرجعية السيستانية فهناك راقصات محترمات يحق لهن أن يرقصن في مؤسسة الكوثر. من سخم الله وجوهكم طيح الله عظكم. رجاء اعرضوا لنا المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الأخ ياسين. نعم تفضل. طيب أنا أتكلم مع تونس، لأن عندي ناس جايين من تونس. نعم. وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد، لأنه مدير السبت من تونس. ومحاضرين حاضرين إن شاء الله يكون موجود. 22 هذا اليوم يا أخي. كيف يوم الأحد؟ محجوزة الجمعة محجوزة، لأنه عندي مشكلة لازم نجيب محجوز يوم الأحد 22 واحد. نعم محجوز. و 22 واحد إيه كذلك محجوز. وأنت 20 واحد كذلك محجوز، هو جمعة وسبت واحد محجوز. أوكي 20. أنت عندك يوم شغل مشغول بس نقدر يعني 28 ما محجوز. آه 22 ما محجوز. اي نعم. اوكي. انا عاوز لو سمحت انا تحط لي تاكد لي تحجز لي 22 واحد. وانا ان شاء الله نجيك بكره. نعم. نشوف القاعه. نعم. ونتفاهموا على الثوم، على الثمن يعني على الايجار. وتوريني انت كل حاجه. اما يعني من فضلك اكد لي على 22 واحد حطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان. 28 واحد ان شاء الله. ان شاء الله. تسجلت اسمي زكريا عثمان. نعم. اوكي عايزين نعمل عرس وتكون يعني صالة كويسة ومجموعين يعني من فضلك. انا عاوز اسمع الرجالة والنساء مع بعضنا. يعني انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم عن التفاصيل. لكن يعني هي متأكد منها انت، لان انا عايز المهمة عندي انا لازم الرجالة والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم، لان انا نفرق بيناتهم. ما نحن تونس عنا عادي. اه
طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟ انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك موسيقى؟ لا لا ما عندي ما عندي. انت شنو راح تعمل؟ انا موسيقى تونسيه، فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني. انا عندي مغني. يعني احنا لايف ميوزك، يعني لايف ميوزك ما مسموحه عندنا. ميوزك معناه ما فيش موزك. يعني بس الدي جي، يعني اللايف ميوزك ما مسموح. اه لازم تجيب دي جي. دي جي لو عندك. اه اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصه. يعني تونسي يعني فلكلوري. فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز. يعني مش يعني محترمه، مش رقاصه رقاصه زي المصريين، رقاصه يعني محترمه. يعني نادي بس تقليدي تونسي. هنا يعني مش مفيش عرق ولا حاجه كويسه. محترمه. طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح عندك ديكور؟ انا ممكن اعمل لك ديكور، يعني راح اشوفك الديكور، بس العشاء كيف راح تعمله؟ يعني لو عندك عشاء لو عندك انت عشاء تقدر توضب لي ما احسن. لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل. اوكي ماشي الحال. بكره لما تيجي نناقش معايا المشروب. ولا عندك مشروب؟ يعني مشروب شنو تقصد؟ يعني كحول؟ لو في ناس تشرب كحول، وفي ناس مش كثير يعني كحول. لو مو لا الكحول ممنوع عندنا، يعني منع بدل، ما مسموح نهائيا. اوكي نهائيا. اوكي نجيب لك مشروب كولا فانتا وجو. اي نعم عصير لانه نعم. اوكي لما تجي بكره ان شاء الله. بكره ننظم الامور ان شاء الله. اي ساعه تجي؟ نجيك الساعه 1 ان شاء الله. واحدة بكرة. طب اسمح لي اسمك الكامل باش نعرف معاك شكون تكلم لما نيجي. انا ياسين. واللقب؟ يعني ياسين المخرجي. بارك الله فيك. شكرا سيدي. بكره غدوه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نوجه السؤال حول الراقصة المحترمة إلى عادل إمام. أستاذ سرحان عبد البصير. نعم. أنت بقالك قد إيه ابني في سكنك الحالي؟ 3 سنين. عظيم جدا، وطبعا الست عنايات ساكنه قد منك في البيت. أيوه. يبقى لازم ما سمعتش منها أي حاجة وحشة تدل على إنها ست مستهترة، وإلا كنت سيادتك عزلت. يا بيه كل واحد عزل عشان تحتي واحدة رقاصة، البلد كلها هتبات في الشارع. إذن هناك رقصات محترمات يرقصن في المؤسسة السيستانية، هذا هو الذي جرى في المكالمة. ياسين المفرجي يقول نحن عندنا أجهزة الدي جي، هذه هي نفسها الأجهزة التي تستعمل في المراقص هنا في أوروبا، إنها أجهزة المراقص وهي الأجهزة الموسيقية التي يستعملونها في حفلاتهم ومهرجاناتهم. الأمر هو في هذه المؤسسة السيستانية. أقول لأبي ياسر أبو اللقو تحقيقك طلع مسويه من جوه يا أبو ياسر، فأعد النظر وقم بتحقيق من فوق وليس من تحت. شياطة حظم كذابي. نحن عندنا في الأحاديث من أن الرجل إذا بلغ 60 والهزالة كذابا ضالا لازال منحرفا عن طريق الحق، فإن إبليس
يقربه إلي ويمسح على وجهه، يمسح على جبينه على وجهه ويقول له أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعدها أبدا. عندنا هذا التعبير في الثقافة الشعبية العراقية، يقولون هذا ممسوح. يبدو أن المعنى هذا قد أخذ من هذه الأحاديث، فيبدو أن الكوراني من هذا النوع من الذين مسحهم إبليس على وجوههم، أهلا أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعدها أبدا. هؤلاء هم الذين يضحكون عليكم ويسوقون لكم مراجع الضلال. ياسين المفرجي هذا هو الذي يقرأ الأدعية والزيارات في المؤسسة ويشرف على إدارة هذه الحفلات. عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية، يقولون فلان يقرأ تبارك، تبارك هو الجزء 29 بحسب التقسيم المعروف للقرآن للمصحف الذي بين أيدينا، وعنوان للسورة تبارك الذي بيده الملك. يقولون فلان يقرأ تبارك ويسوي بمبارك، يسوي يعني يلوط فيه. هذا هو منهج مؤسسة الكوثر، ويبدو أن منهج المرجعية السيستانية هو هذا، سيتضح هذا من خلال بقية المعطيات وهي كثيرة، وهذه الحلقة لا تكفي، سأحتاج إلى حلقة أخرى وربما أكثر لا أدري. رجاء اعرضوا لنا ياسين المفرجي وهو يبدأ بقراءة زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين، صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من أوصاني بالدعاء والزيارة. أقرأ تبارك وكمل شغلك وهي مبارك. هذا هو منهج المرجعية السيستانية. هذه المصادق أمامكم، هذه الحقائق بين أيديكم، أنا لا أفتري على أحد ولا أكذب على أحد، كذبوني كذبوني بالحقائق مثلما أتحدث أنا بالحقائق، لا أن يخرج الكوراني الكذاب هذا الطائح الحظ ويقول ما يقول من أنه قد حقق، حقق ماذا أقول لهذا الكذاب؟ من داخل المدار، إنها طبعة الثانية. هذا الكتاب للخطيب الحسيني المعروف السيد حسن الكشميري، هو أخو مرتضى الكشميري، لكن الرجلين على طرفي نقيض، يتحدث عن أخيه مرتضى الكشميري في هذا الكتاب في الصفحة 35 بعد 100 تحت عنوان كن صهرا وإن كنت عهرا. يتحدث عن مرتضى الكشميري
كن صهرا للمرجع، مثل ما صار مروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه صهرا لعثمان ابن عفان، ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة. كن صهرا وإن كنت عهرا، ماذا يقول حسن الكشميري عن أخيه مرتضى الكشميري؟ اعترضني صديقي يوما وقال: ما هذا؟ ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا. يتحدث عن مرتضى الكشميري، لأنه هكذا قال في البداية: كن صهرا وإن كنت عهرا فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود، وستتحول من نكرة إلى معرفة، وستنقلب من أمي جاهل صرف إلى علامة أو حجة إسلام أو حجة المسلمين. اعترضني صديقي يوما وقال: ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا ولا يستطيع أن يقف خلف الميكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة، ولا يحسن الأجوبة عند مقابلة تلفزيونية، وها هو يتلعثم، فما هو حجمه؟ قلت له: نعم، ولكنه صهر. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي ونسمع عنه أشياء، وقد وضع نقاطا، هذه النقاط أنتم املؤوها. هذا حسن الكشميري، وهذا من أواخر ما كتب. قال: سمعت إنه يلهو ويختلي. هذا مرتضى الكشميري، نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. قال: ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت: نعم، قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه سنعرضها عليكم، لأن حسن الكشميري أرسلها إلي من الكويت بعد مكالمة تلفونية فيما بيني وبينه، أرسلها لي من الكويت قبل سنوات حينما كان موجودا في الكويت. قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا: وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد، وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين؟ قلت: نعم، نعم، هذه كلها حقائق. وحينما عين مسؤولا على الهنود والباكستانيين عرض هذا في التلفزيون في السبعينات، في السبعينات لا يمكن أن يعرض شيء في التلفزيون إن لم يكن بعثيا خالصا وصافيا. قلت: نعم، ولكن طول بالك،
إنه صهر، هذا هو صهر السيستاني. قال سمعت إنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة. قلت نعم، ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها، ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب. فصرخ الرجل وقال عجيب، ولا أحد يسائله؟ قلت ولا أحد يسأله، لأنه صهر، هو صهر المرجعية. ألا لعنة الله على المرجعية وأصهارها. هذا هو حسن الكشميري. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي يظهر فيها الأخوان. الصورة التي هي عن يمين المشاهد، هذا هو مرتضى الكشميري، وصورة التي هي عن يسار المشاهد هذا هو حسن الكشميري. فحسن الكشميري على يمين الشاشة وعلى يسار المشاهد، ومرتضى الكشميري على يسار الشاشة وعلى يمين المشاهد. هذان هما الأخوان، لكنني كما قلت قبل قليل من أنهما على طرفي نقيض. فهذا هو حسن الكشميري يتحدث عن مرتضى الكشميري الذي يدير مؤسسة الكوثر، قطعا يديرها من لندن، فهو مستقر في لندن، مقره الأصلي دبي لكنه يتواجد في لندن. قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط و ونسمع عنه أشياء. أنتم املأوا هذا الفراغ، املأوا الفراغات، املأوا الفراغات بما تريدون فسيكون كلامكم صادقا، صدقوني، املأوا الفراغات بما تريدون إلى أبعد حد سيكون كلامكم صادقا. قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. هذه الأشياء هي من أقبح ما يمكن أن تكون. فماذا قال حسن الكشميري؟ قلت نعم، كل هذا نعرفه عنه. قلت نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. لا لعنة الله على المرجعيات وعلى أصهارها. نذهب إلى فاصل. هذا البعثي الفاجر بحسب شهادة أخيه، هذا البعثي الفاجر وبحسب شهادة أعماله، هو موجود هنا في لندن، لن يستطيع أن ينكر هذه الحقائق. لو كان هناك حرف واحد من هذا ليس موثقا وليس دقيقا، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه. لكنهم ماذا يفعلون؟ وأنا لا أتحدث إلا بالصدق وإلا بالحقائق والوثائق. بلية عظيمة نزلت عليهم، ماذا يفعلون؟ هذه أفعالهم وحقائقهم، وهذه الوثائق قطعية بدرجة 100%.
هذا هو الذي يسرق أموالكم. رجاء اعرضوا لنا مرتضى الكشميري وهو يظهر فضله على الشيعة في أنه يسرق أموالهم. أما أجي أنه أجي أقول يا بتعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. وقضية الخمس هي مسألة في الحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا في الحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن علي، المرجعية تمن علي بأنه رفعت عنه التكليف. أنا لا أعلق على كلام هؤلاء اللصوص، دول السرسرية، بس أقول الشيعة مستاهلين ويطبهم طوب أو يضربهم حمس أو نعل على والدهم. هذا هو الواقع الذي يريدونه. هكذا يقول: أنا أمن عليك، هو المنان الحنان، هذا البعثي الفاجر. أنا أمن عليك، المرجعية هي التي تكون منانة وحنانة. مجموعة لصوص، مجموعة لصوص يضحكون على الشيعة. هنيئا هنيئا للشيعة الحمير. أتحفوهم 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 أتحفوا هؤلاء الأغبياء بالوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشيني خلاقه اهميشيني جيمي بقول لك بكير حركه صدمه فقش ديخ عربي فقش والناس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي دير لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. وحق الحسين هذا هو واقع الشيعة. من مؤسسة الكوثر السيستانية إلى العتبة الحسينية السيستانية. وماذا فعل السيستانيون في العتبة الحسينية؟ إنهم يعبثون بأدبار بعضهم البعض، يوقعون على الأدبار في حرم الحسين. مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي في مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني في مواجهة ضريح سيد الشهداء يوقع على الأدبار. إنها الوثيقة الدبرية، هكذا أسميناها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية. الحسين الأصل وهذا الكلب المرتضى. مرتضى وقع عدل زين ما مرتضى وقع عدل وقع عدل. لا لا
بابا حسن بابا حسن إنهم يبدأون كلامهم هكذا. هذا مرتضى يتحدث عن حسين أصلي وعن حسين كلك. كلك يعني مزيف، هذه كلمة فارسية ولكننا نستعملها في لغتنا الشعبية العراقية. الذي يتحدث إما هو مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي، أو الذي يوقعون على دبره، الذي يوقع مرتضى على دبره، هم يتحدثون بهذا الحديث، يتحدثون عن حسين أصلي وعن حسين كلك. لا ندري ماذا يقصدون، من هو الحسين الأصلي ومن هو الحسين الكلك، الحسين المزيف. وتستمر هذه السفاهة، هذه السفاهة ليست منحصرة بهذه الواقعة. هذه الواقعة معروفة، معروفة، معروفة ومشهورة في كربلاء وفي العراق، على لسان الناس في الشارع. مظاهرات خرجت في شارع السدرة، وهو شارع مجاور للحرم الحسيني. الناس يتحدثون عن هذا الموضوع علنا، علنا. هناك مسؤول من مسؤولي العتبة الحسينية، أحد الأشخاص يتحدث معه عن هذا الموضوع، لكنه يخطئ في اسم صهر عبد المهدي الكربلائي فيقول منتظر، هو يقصد مرتضى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. ضايقات عليه منتظر، منتظر، منتظر شاب حاله حال هواي شباب، واكو هواي افضل منه واشرف منه. يجي منتظر اللي ماخذ بنت الشيخ، ما لانه ما اعرف منصبه شنو هو، منصبه مجهول عند الجميع. يجي يتقلب منا انا ويا كم واحد، خمسه سته سبعه يوميه بشارع السدره، لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره. من صارت شغله التوقيع منوقع على طيزة حش السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين، قالوا لا انه بس مناصرون منتظر، مناصرون منتظر. والى الفيديو الثاني في نفس الواقعة والاحداث. ليش نقول كاظم؟ ليش نقول كاظم؟ مثار منكم انت كاظم مرتضى، مثار مرتضى، هو مرتضى راس الهرم. ماكو يا اخي مرتضى راس الهرم، ما حد يتحرك. الدهون على الحسين ووقع على طيزه بنص الحسين، الدهون على حمزه وهو اللي قتل الحمزه. نص الحسين وقع على طيزه ويجي يقول لك لا خوش شايفين اللي مكاظم بمرتضى بن عال. هذا في الشوارع، هذا في شارع السدرة، وهو شارع مجاور معروف يعرفه الكربلائيون، يجاور الحرم الحسيني. وحتى في البيوت النساء يتحدثن بذلك. رجاء اعرضوا لنا فيديو هذه المرأة التي تتحدث من بيتها وهي تدخل في نقاش مع عمالي وموظفي العتبة الحسينية. يلا خليجينا هذا ابو التنبيه، خليجينا، خليجينا يجيب لنا قرار من الحكومة.
يجيب لنا قرار من الحكومة احنا نمشي بيه قسما على رؤوسنا. يلا احتوا 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 جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شي قرار بدون حكومة ماشي. والله العظيم ما طابقه براسي. يلا قطعوا عنا الماي ليش؟ قطعتوا الكهرباء والماي ليش قطعونا علينا؟ ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء وقاعدين مو بحلال الدولة ولا بحلال الدولة قاعدين بحلال العالم. ده ما بايعين الرجال ما بايع. ليش زينونا؟ ليش زينونا بالقوة؟ ليش؟ يلا ما حد يجر ماي. والله العظيم وبوري والله بوري ما حد يتجاوز عن ماي. والله العظيم ما طبا ما لا ما طبا ما طبا قلت لك ما طبا طب جو اخي الله يخليك. لا لا اخوي لا حس ما راجع ذاك القسم وذيك العتبه روحي له. لا لا ما قاعد والله ما قلت لك انا هاسيك لا متسمين ما يدلنا. والله العظيم الطابوقه والله العظيم الطابوقه خلي يقطعها منك ونفتح. ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفة حلال. تدرون مو وظيفة حلال هذا. والله العظيم مو وظيفة حلال ولا تمشون بها حلال ولا تأكلون عيشتكم حلال. ما دومتم تغصبون المسلم ما قاعد شيء ما مسوي شيء. ما مسوي شيء معتدين عليكم؟ قاعدين بحلالكم؟ حلال دولة؟ قلوني يا هل قاعدين بحلال دولة احنا؟ ليش انت قاعد تصدق قطعة الكهرباء مالتكم؟ مو مالت الدولة هي الكهرباء مالت الواحد مو مالت العتبة هي. شو صرتوا افتراس وتفترون على العالم؟ أراجع العتبة أرجع العتبة العتبة هاي أم التوقيع؟ أنت وقع القيادة؟ ها؟ أنت رح فساد؟ لا تفتحون على شو بواب. والله العظيم ما تنسى ما قبل الحسين هتشي هذا بيت ماي لا لا منفذ منفذ علينا قطع علينا الماي قطع علينا الماي ليش؟ لا وين هي هل قطعت عنا الماء؟ هاي ممكن انكس حد دار مدار لا يا هل قطعت عنا الماء خلنا نشوف يا هل قطعت الكهرباء. لا يا هل قطعت الكهرباء من هذول اللي بلغتهم مني قطعت الكهرباء. صيح ابو المجاري هذا السباك وين خل يجي السباك حتى نطابق براسه. خل يجي طلعوا طلعوا كلمة طابوقة. والله العظيم ما تخليكم تقطعون الماء ما خليكم تقطعون الماء ما تقطعون الماء. روحوا قطعوا عن الماء على العالم. احنا مو ناشي نصة مو نصحنا احنا قويين بالله. منفذ حلال خلي حكي كلنا قمتك حلال اكل قمتك حلال. الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ ما لا انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام ما يزال ما قابلنا الشيخ. احنا ناس مو قد المقام ما توجه لي انا مو قد المقام مو مقامهم مو مثل مقامهم الاسد. خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم يلقون مثلهم طبقتهم التهاتيهم. هذه المرأة في بيتها وامرأة اخرى تتحدث في نفس الاتجاه في الشارع في شارع الجمهورية في مدينة كربلاء. السلام عليكم شلونك حجية؟ يا عمي شلون؟ الحمد لله الله يعزك. حجية شفتش تحشين ويا الولد تقولي امر خدمة حاضرين. شو تامر شو الخدمة؟ شو تطيني؟ احنا نوصل صوت شو تعوضنا؟ الحكومة تعوضك غير؟ حكومتنا ساقطة وكل شيء ما تفيد. ليش؟ ساقطة على البطالة على هاي الناس التعبانة هاي بعد حكومتنا ساقطة ساقطة. هيك واصلة مرحلة من اليأس بشكل نهائي وكل من المسؤول يجيب بس قرايبة وحبايبة. هاي خاليها بالعباس طلعت 9 سنوات طلعتنا على أبسط شيء المرجعية خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم الساسة المفسدين. اي مفسدين حتى هذول اهل العمايم الفازين افسد منهم ماكو. هذا احمد الصافي افسد منه ماكو. خلي له وحده تلعب. ما نريد نتجاوز على شخوص باسماء كلهم المرجعيه من تابيهم والشعب كلهم فازين وساقطين. احنا ما نريد نتجاوز طبعا على البعض لابد انه اكو ناس خير كلهم. خلي له وحده عبر عن رايك طلعت من السكك والحديد
هذه مسؤولة على العتبة تلعب بكيفها. 9 سنوات تشتغل، قلت ما عندي. ابي ابونا معوق نايم بالحوش مريض، اريد اشتري دواء ما عندي. دواء اريد اشتري ما عندي. دواء تحتاجين علاج؟ اي علاج. خلي احمد الصافي هاي ساقطه بالحضر. انا اشكرك جزيل الشكر. تلعب بكيف هذول المرجعيه؟ نعم شكرا لك حجيه. رجاء اعيد بث الوثيقه الدبريه. الحسين الاصل وهذا الكلب. المرتضى مرتضى وقع عدل. زين ما راينا عليه. ولك مرتضى. وقع عدل وقع عدل. لا ما بحب. طالع عدل مو توقيع طالع حسابك. طالع مو توقيع زين هذا يمشي. إنني أعدت بثها كي أسجل هذا الموقف من أننا لا شأن لنا بالناس وهي تعبث بمؤخراتها، خصوصا إذا كانوا يلتزمون بفتاوى مراجعهم. كل واحد حر بلغاليغه. احنا ما احنا حاجة بالناس، كل شخص له الحرية الكاملة ان يعبث بمؤخرته. فانا لا اعترض هنا على انهم يعبثون بمؤخرات بعضهم البعض، اعتراضي أن يعبثوا بمؤخراتهم بعيدا عن حرم الحسين، فليذهبوا إلى بيوتهم، فليذهبوا إلى أمكنة أخرى وطهروا العتبة الحسينية من هذه القذارة ومن هذه النجاسة ومن هذه السفاهة. نحن لا نستغرب من هذا الواقع السيستاني القذر، والذي لم يسجل اعتراضا على هذه القضية ولا على غيرها، مثلما لم يسجل اعتراضا على مؤسسة الكوثر. كل هذا بعلم السيستاني، لم يحرك ساكنا، لازال مرتضى متنفذا في العتبة الحسينية بنحو ظاهر بنحو باطن بنحو علني بنحو سري، ولا زال متنفذا في مدينة كربلاء. هذا هو الذي يوقع على الأدبار، إنه صهر عبد المهدي الكربلائي. نحن لا نستغرب هذا من هذه المرجعيات النجسة. هذا أستاذ السيستاني الخوئي، الخوئي بنفسه. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها طبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، في الصفحة 42 بعد 300. السؤال المرقم بالرقم 22 بعد 700. 722 رقم السؤال، موجه للخوئي. هل يجوز لمس العورة؟ المراد لمس عورة الآخرين. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح؟
مع فرض عدم إثارة الشهوة. الخوئي يقول لا يحرم في الفرض بحسب السؤال من أن رجلا يلعب بعورة رجل آخر، إن كان يلعب بمذاكيره أو بمؤخرته، لأن العورة شاملة للمؤخرة وللقبل للمذاكير. فإذا ما لعب رجل بعورة رجل آخر من وراء الثياب بقصد اللعب والمزاح فهو جائز، وكذلك فإن المرأة تستطيع أن تعبث بعورة مرأة أخرى، أن تعبث بفرجها أو أن تعبث بمؤخرتها بغرض اللعب والمزاح. قصدهم شريف، قصدهم شريف إذا كان القصد شريفا، فيجوز اللعب بالعورات. هنيئا لشيعتي بهذه المرجعية، هنيئا له. أنا لا أعترض على اللعب بالعورات، نحن قوم ديمقراطيون، وكل شخص حر بمؤخرته، هل يعبث بها هو بنفسه؟ هل يسمح للآخرين أن يعبثوا بها؟ هو حر بمؤخرته. هذا يذكرني بحادثة أيام العثمانيين في بغداد، وتحديدا في مدينة الكاظمية. يقولون أن شابا كان يلاط فيه، وكان معروفا عنه هذا الأمر، أكثر من مرة الشرطة مسكوه وهو في حالة اللواط، يلوطون فيه، يأخذونه إلى القاضي يجلدونه ويخرجونه بعد ذلك، يضعونه في الحبس لأيام ويخرجونه بعد ذلك. وتكرر هذا الأمر، في مرة من المرات جاءوا به، القاضي لما رآه غضب، قال ابن الكلب يومية جايبينك، منعوا الوالدين يومية جايبينك. فهذا الشاب قال له، قال يا حضرة القاضي أنا عندي سؤال، اسمح لي أن أسألك. قطعا الكلام ليس كما أقوله، وإنما بصياغة العراقية الأصيلة، لا أستطيع أن أنقله عبر شاشة التلفزيون، وإنما سأنقله بالحد المناسب لبرنامج تلفزيوني. قال له يا حضرة القاضي عندي سؤال، اسمح لي أن أسألك وجاوبني بصراحة. قال له اسأل. قال له هاي مؤخرتي هي مؤخرتي لو مؤخرة الحكومة. قال له ابن الكلب ليش تسأل؟ قال له مو أني أريد أعرف إذا هذه المؤخرة مؤخرة الحكومة، أنا ما عندي اعتراف، تسجنوني تجلدوني هذا أمر راجع لكم، هذه مؤخرتكم، بس إذا هي مؤخرتي الحكومة شلها دخل أني شنو أسوي مؤخرتي. القاضي وجد كلامه منطقيا إلى حد ما، فأخذ يرفع صوته، طلعوه الكلب ابن الكلب وطردوه كذا أخرجوه. فنحن نقول الناس أحرار بمؤخراتهم، خصوصا إذا كان الأمر يستند إلى فتاوى مراجعنا العظام، العظام هذا السيد الخوئي سيد المحققين، هذا هو التحقيق.
فليس عندنا من إشكال أن يوقع بعضهم على أدبار البعض أو أن يعبثوا بأدبار بعضهم، هم أحرار بأدبارهم، ونحن في زمن الحرية، في زمن حرية الدبر، ولسنا في زمن حرية الرأي. لا توجد حرية للرأي، وإنما توجد حرية للدبر. نحن في زمن حرية الدبر، وفي زمن الديمقراطية، وفي الحقيقة ما هي بديمقراطية؟ إنها، أتحدث عن ديمقراطية العراق، إنها ديمقراطية. نحن في زمن حرية الدبر وفي زمن الديمقراطية. هم أحرار بأدبارهم، خصوصا إذا كانوا يلتزمون بفتاوى المراجع. فها هو الخوئي يجيز للناس أن يعبث بعضهم بعورات البعض الآخر بشرط من وراء الثياب، وبهذا القيد، بقيد اللعب والمزاح، والأمر هو مع النساء. فاعبثوا بأدبار بعضكم واعبثوا بمذاكير بعضكم البعض. هذه فتاوى مراجعنا العظام. من طيح الله حظ الشيعة. كذبون. والأمر هو لمرجع آخر، ميرزا جواد التبريزي، إنه ذكر الكلام نفسه بعد أن أجاب الخوئي. أجاب الميرزا جواد التبريزي، قال: يحرم مع الشهوة والتلذذ، لكن إذا كان للعب والمزاح فقط فلا حرمة فيه. يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة، وإلا إذا كان الأمر بريئا، كان قصدهم شريفا، حبابين، خوش ولد، خوش بنات، وحدة تلعب بفرج الثانية، واحد يلعب مؤخرة الثاني، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، على حبة الله، على حبة الله. واحد يلعب بدبر الثاني، ووحدة تلعب بفرج الثانية، بحسب فتاوى مراجعنا العظام. فهذان مرجعان عظيمان، الخوئي وتلميذه ميرزا جواد التبريزي. رجاء أن اعرضوا لنا صورة الخوئي، اعرضوا لنا صورة الخوئي. هذا هو الخوئي الذي يجيز لكم أن تلعبوا بمؤخرات بعضكم البعض، ويجيز للنساء أن يعبثن بفروجهن. واعرضوا لنا صورة الميرزا جواد التبريزي، هذا مرجع آخر، هذا صديق السيستاني وتلميذ الخوئي، وكانوا يقولون عنه في أيامه الخوئيون من أنه هو الأعلم، ولذا فقد أفاض علينا بهذه الفتاوى القيمة. أعرضوا لنا صورة صادق الروحاني، هذا هو صادق الروحاني، أيضا من تلامذة الخوئي، في الاتجاه نفسه. أعرضوا لنا صورة موقعه الرسمي،
هذه صورة موقعه الإلكتروني الرسمي. واعرضوا لنا صورة الفتوى التي أريد الحديث عنها واتركوها على الشاشة، لأنهم رفعوها من الموقع بعد أن تحدثت عنها في مجموعة حلقات صولة القمر. في وقتها نحن صورنا الصفحة الرئيسة للموقع والتي عرضت عليكم قبل قليل، وصورنا هذه الفتوى. ماذا تقول هذه الفتوى؟ إنها فتوى خوئية أصيلة. هذا كان يصر صادق الروحاني على أن الخوئي هو أعلم مراجع الشيعة على طول زمان الغيبة الكبرى. السؤال الموجه للمرجع صادق الروحاني: ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة؟ هل هو جائز أم حرام؟ أم يجعل الزواج باطلا ويفصل بين الزوجين مثل اللواط؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته. الختم الشريف للمرجعية صادق الروحاني. الزوجة تدخل شيئا في دبر زوجها، ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج؟ إنني أقرأ السؤال كما هو، يوجد فيه خطأ نحوي، لا أريد أن أتحدث عن الأخطاء النحوية واللغوية. السؤال هكذا: ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة، لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته؟ يا جماعة الخير، أنا راح أفرش عباتي وتعالوا نسولف. هذا الثقب الموجود عند الإنسان، هذا الثقب ما هو بحافظة أقلام حتى تدخل الزوجة مجموعة أقلام لأجل أن تحفظها في هذه الحافظة، ولا هو بصندوق كي تضع فيه الملاعق وأدوات المطبخ، ولا هو بخزانة تحفظ فيها المجوهرات، ولا هو بجهاز إلكتروني كي تدخل الزوجة مثلا USB في داخله. هذا ثقب معروف موجود في أسفل جسم الإنسان. الإنسان إما أن يحافظ على ثقبه هذا، وإما أن يسمح للأشياء المناسبة كي تدخل فيه. الأشياء المناسبة لهذا الثقب إما ذكر طبيعي حقيقي، وإما ذكر صناعي، ولا يوجد شيء آخر. وصدقوني هذه المسألة خاصة بوكلاء المرجعية بأصحاب العمائم، وقد تحدثت عنها بالتفصيل في حلقات صولة القمر، يمكنكم أن تعودوا إليها. شائع بين وكلاء المرجعيات عموما وبين وكلاء المرجعية السيستانية خصوصا الذين يعيشون في أوروبا في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يعيشون في الخليج، وحتى من الذين يعيشون في العراق، شائع بينهم أنهم يستعملون المذاكير الصناعية حيث
تقوم زوجاتهم زوجات المتعة باللواط فيهم بهذه المذاكير. والسؤال من هؤلاء، وإلا فعامة الشيعة لا يسألون مثل هذا السؤال. كما قلت لكم، مؤخرة الإنسان ما هي بحافظة أقلام، ولا هي بصندوق لأدوات المطبخ كي يضع فيها الملاعق والسكاكين والشوك. هذا ثقب إما أن يحافظ عليه الإنسان، وإما أن يسمح بدخول الأشياء المناسبة. الأشياء المناسبة إما هي الذكور الطبيعية الحقيقية، وإما هي الذكور المطاطية الصناعية. فالسؤال عن هذا الأمر، فيجوز لزوجة أن تلوط بزوجها بالمذاكير الصناعية. أنا لا أريد أن أفصل الكلام أكثر، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برنامج الخاتمة، من مجموعة حلقات صولة القمر، حينما تحدثت عن أن الشذوذ الجنسية من أهم ملامح المذهب الطوسي، وجئت بفتاوى المراجع الطوسيين التي تأتي منسجمة مع مضمون الشذوذ الجنسي. هذه فتاوى المدرسة الخوئية، وهي جزء لا يتجزأ من الواقع الشيعي المعاصر. هذه القذارة في المرجعية السيستانية، إن كان الحديث عن مؤسسة الكوثر، أو كان الحديث عن العتبة الحسينية، أو عن سائر المؤسسات الأخرى، لأن الجميع تحت الخيمة الخوئية. رجاء اعرضوا لنا صورة الخوئي والتبريزي والروحاني والسيستاني، واتركوا الصورة على الشاشة. هؤلاء هم الذين كنت أتحدث عنهم، إنني ما تحدثت عن علماء الوهابية، ولا تحدثت عن قساوسة النصارى، ولا عن حاخامات اليهود، ولا تحدثت عن شخصيات شيعية لا تقدسها الشيعة. هؤلاء هم الذين تقدسهم الشيعة، وهم الذين يصدرون الفتاوى للعبث بأدباركم. هذه الحقائق بين أيديكم، كذبوها كذبوها كذبوها، والله لن تستطيعوا أن تكذبوها، لأنها حقائق حقائق. أعيد الصورة مرة أخرى، هؤلاء هم، فانظروا إليهم، هؤلاء هم. فهذا الخوئي هو الذي أصدر الفتوى للعبث بالأدبار والمذاكير والفروج للرجال والنساء، والأمر هو هو مع الميرزا إجواد التبريزي، والأمر الأنكى مع صادق الروحاني، حينما يجيز إدخال الأشياء في أدبار الرجال. ما هي هذه الأشياء التي يجيز إدخالها في أدبار الرجال؟ أنتم سألوا أنفسكم. كانت هذه الفتوى موجودة على موقعه حتى بعد أن مات، فنحن حينما نقلناها نقلناها من موقعه من بعد موته. وأما مفاسد المرجعية السيستانية وقذاراتها فهي الأسوأ، وقد عرضت الوثائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
حيدر هادي من مراسلي القنوات الفضائية في كربلاء، كربلائي هو، يحدثنا عن خمور العتبة الحسينية وكيف أنهم ينقلون الخمور. هو الذي قال هذا الكلام ولم يكذبه أحد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وإذا أنا يعني أنا بين منشور منشور نزل العتبة شغلة العرق اللي طببتوه، شغلة العرق اللي طببتوه بالسيطرات هم كذب؟ أنا من أنزل أخبار عليكم هم كذب؟ طببت المشروب بسيارات العتبة هم كذب؟ ليش خلون الواحد يطلع من دينا ويحكي؟ أنا بحياتي ما صاير بهاي الطريقة أحكي. ليش خلون الواحد يطلع أنه من دينا ويطلع سوالفكم وخيساتكم كلها؟ الشاب اللي قتلتوه بطلقات وبرصاص حي وشمرتوه هم كذب؟ هاي السوالف كلها داكش عليها كذب؟ خلي يطلع واحد يسمع مسؤول، انا موجود هسه هنا يم يم يمهم هاي العتبه هاي هم كلهم يسمعوني. خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب. شنو هالكذب هذا؟ يا يوم انا نزلت خبر عليكم كذب، موضوع الاراضي، موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات، لو هذا الولد الشاب اللي قتلتوه غزوان الله يرحمه وغيره وغيره، سوالفكم كلها نعرفها. الخمور والقمار واللواط والزنا هذه أمور شائحة في أجواء المرجعية السيستانية وفي أجواء العتبات المقدسة وفي أجواء النجف وكربلاء. هذا الكربلائي لا يتحدث من فراغ، هذا أمر نحن نعرفه ويعرفه الكربلائيون والنجفيون أيضا. هذا السقوط الأخلاقي في أجواء المعممين أمر بات معروفا وليس جديدا، هذا الأمر ليس جديدا لأنهم صاروا في السلطة، هذا الأمر كان موجودا أيام البعثيين وقبل البعثيين. مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق، هذا أمر الشيعة بشكل عام يعرفونه، هذا ليس خاصا بهذه الأيام ولا بزمان البعثيين، هذا أمر موجود منذ قديم منذ قديم. وإذا ما ذهبنا إلى النجف كي نتحقق من هذا فإن الفساد يكون مركزا في الدوائر القريبة من مكاتب المراجع وفي أجواء العوائل التي يقال لها العوائل العلمية التي إما تنتمي لمراجع معاصرين أو أنها تنتمي لمراجع سابقين ماتوا وخرجوا من هذه الدنيا. هذه الحقائق معروفة معروفة لكل الذين يعرفون التفاصيل التي تجري في الكواليس وهم كثيرون كثيرون. الأحزاب الشيعية القادة منهم يعرفون هذه التفاصيل، كبار المعممين يعرفون هذه التفاصيل، وجهاء النجف وكربلاء يعرفون هذه التفاصيل، كبار مسؤولي المواكب والحسينيات يعرفون هذه التفاصيل، لأن الفساد ينتشر في هذه الأجواء. ما هذا بأمر خفي؟ أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء، لكن صدقوني هناك شخصية شخصية مهمة في الوسط المرجعي، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. لن أتحدث عن لون العمامة ولا عن المكان الذي يقطن فيه، لأنني لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل. أمتلك الحقائق والوثائق، لكنني أترك الحديث عن هذا إلى وقت آخر. هذا
تعتمد عليه المرجعية اعتمادا كبيرا 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 كبيرا، ويعرفونه يلوط ويلاط فيه، هو يلوط ويلاط فيه، والله يعرفونه، وأكثر المعممين يعرفون هذا الأمر، لكنه لا يوجد أحد يفتح فمه، يخافون على جيوبهم، يخافون على لقمة عيشهم. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الاتجاه، لكنني أضرب لكم مثالا، والأمثلة كثيرة، أكتفي بمثال واحد. كاظم الصرافي من معتمدي المرجعية السيستانية، لن أتحدث عنه كثيرا، سأعرض لكم بعض صوره، لا أستطيع أن أعرض الفيديوهات الوسخة له، يمكنكم أنتم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا عليها بأنفسكم، إنها وسخة جدا، لا تكون مناسبة كي تعرض عبر هذه الشاشة. اعرضوا لنا صورته الأولى، هذه الصورة الأولى، وهو يقف أمام مكتب اعتمادية السيستاني في مدينة قلعة سكر، وهي مدينة جنوبية من مدن جنوب العراق. رجاء كبروا لنا الصورة حتى يقرأ المشاهدون ماذا كتب على لوحة المكتب. لوحة المكتب وراءه، هذا هو كاظم الصرافي. اعرضوا لنا الصورة الثالثة، إنه بلباس الجهاد. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، لا أعلق على هذه الصور، إنها دالة على نفسها بنفسها. الصورة السادسة، هذه ملتقطة من فيديو قذر جدا، التقطنا هذه الصورة وحاولنا أن نقتطع منها ما نستطيع أن نعرضه على هذه الشاشة. لا يقولون لكم هذه حالة نادرة، النسبة الأغلب من وكلاء السيستاني كهذا الرجل، هذا أمر أنا أعرفه والآخرون يعرفونه، النسبة الأكبر من الذين يعيشون في العراق ومن الذين يعيشون خارج العراق، إن كانوا في إيران أو كانوا في دول الخليج أو كانوا في لبنان أو كانوا في الدول الغربية، والأكثر فسادا هم الذين يعيشون في الدول الغربية، يتفننون في الفساد، يتفننون في الفساد، وكذلك الذين يعيشون في دول الخليج، الأكثر فسادا الذين يعيشون في الدول الغربية والذين يعيشون في دول الخليج، إنهم الأكثر فسادا والأكثر قذارة، وأتحدث عن كل دول الخليج، عن الكويت والسعودية والبحرين وسائر دول الخليج الأخرى. ومع كل هذا، مع كل هذا، فإن السيستانية يصدر الفتاوى بحرمة الحديث عن مفاسد هؤلاء الوكلاء. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة
العملية للمغتربين، الفقه للمغتربين، رسالة عملية للسيستاني يقدمها للمغتربين. اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الفقه للمغتربين. النسخة بين يدي، هذه النسخة بين يدي الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث. رجاء أخرجوا لنا عنوان الجهة التي تنشر هذا الكتاب. ماذا تقرؤون؟ مؤسسة الإمام علي، إنها مؤسسة السيستاني في لندن. هذه المؤسسة هي التي تصدر هذا الكتاب، تنشر هذا الكتاب، توزع هذا الكتاب، وتقدمه هدية. رجاء اعرضوا لنا صورة الإهداء. ماذا تقرؤون؟ هدية مؤسسة الإمام علي عليه السلام، إنها هدية السيستاني للشيعة المغتربين. اعرضوا لنا صورة التوثيق. هذا هو توثيق السيستاني لكل الفتاوى المذكورة في هذا الكتاب. هكذا يقول بعد المقدمة: يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى مع توقيعه وختمه. رجاء اعرضوا لنا صفحة 345 الملون باللون الفسفوري. السؤال هكذا: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ إذن هناك حالة: مرة يكون المكلف متأكدا من فساد الوكيل، ومرة لا يكون متأكدا من فساد الوكيل. إذا لم يكن متأكدا فهذا أمر واضح، لا يجوز له أن يتحدث عن فساد الرجل لأنه ليس متأكدا من ذلك. لكن إذا كان متأكدا من فساده، لماذا لا يجوز الحديث عنه؟ السيستاني هكذا يقول: من أنه لا يجوز الحديث عن فساد الوكيل الفاسد، لا يجوز، لا يجوز له ذلك في الحالتين. رجاء اعرضوا لنا صفحة 346 في أعلى الصفحة، ما هو ملون باللون الفسفوري. لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات بحسب الواقع العملي. لو أن شخصا يذهب إلى السيستاني كي يخبره بمعلومات مؤكدة، ما الذي سيحدث؟ ما إن
يخرج هذا الرجل من السيستاني إلا ويتصلون بالتليفون بذلك الوكيل كي يقوم بطرد ذلك الرجل من المسجد وبتشويه سمعته، ثم يقوم بمحاولة إيجاد مشكلة له مع أهل زوجته. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. سفلة هؤلاء، سرسرية بتمام معنى الكلمة. وفقا لأي دليل شرعي هذا السيستاني الأخبر يصدر هذه الفتاوى؟ من أنه لا يجوز أن نتحدث عن الوكيل الفاسد الذي يعبث بالأموال الشرعية ويعبث بشؤون الناس، لأن المرجعية فاسدة أساسا. هذه الفتاوى القذرة التي قرأتها عليكم ألا تخبركم بقذارة هذه المرجعيات، بوسخ هذه المرجعيات، هذه المؤسسات الفاسدة؟ ضربت لكم مثالا عن مؤسسة دينية في الغرب، إنها مؤسسة الكوثر، وعن العتبة الحسينية يعبث بعضهم بأدبار البعض الآخر في العتبة الحسينية، وهذا ما ظهر للعلن. المخفي أقبح وأقبح، وأنا أعرفه، لكنني لا أملك أدلة حسية كي أتحدث عنه وكي أعرضه بين أيديكم. الذي يجري في أجواء العتبة الحسينية وفي سائر العتبات الأخرى ما بين السيستانيين من القذارات ومن المفاسد، لا توجد كلمات للحديث عنه، وهذا واقع حقيقي، واقع حقيقي. أنا لا أحدثكم عن خيال، وكثيرون من أهالي النجف ومن أهالي كربلاء ومن أهالي الكاظمية حيث تكون العتبات المقدسة يعرفون هذه الحقائق لأنهم على مقربة منها. وفي زماننا هذا ما من شيء يخفى، ليس هناك من أسرار في زماننا. هذه هي المرجعية الفاسدة التي تحرم على الناس، تحرم على أتباعها أن يكشفوا الفساد. إذن كيف يكشف الفساد؟ يكشف الفساد بهذه الطريقة، أن تخبر المرجع مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. المرجع لا يفعل شيئا، المرجع كذاب سافل منحط ساقط، لا يفعل شيئا. الواقع هو الذي يقول. ما الذي فعله المرجع؟ لم يفعل شيئا. الفاسدون هم الفاسدون ويزدادون فسادا في الجو الديني وفي الجو السياسي الذي يستطيع أن يغيره. الفاسدون هم الفاسدون، والفساد هو الفساد، ويزداد يوما بعد يوم، إن كان في الأجواء الدينية أو كان في الأجواء السياسية أو في الأجواء الاجتماعية. فساد الأجواء الدينية وفساد الأجواء السياسية يؤدي حتما إلى فساد كبير في الأجواء الاجتماعية، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع في العراق وغير العراق، من المناطق التي هي تحت سلطة رجال الدين وتحت سلطة مراجع الدين. هذا الأمر موجود في الأجواء الشيعية وفي الأجواء السنية على حد سواء، لكنني أسلط الحديث هنا على الأجواء الشيعية وبشكل خاص على المرجعية السيستانية، وإلا فإن سائر المرجعيات الأخرى
فاسدة وفاسدة وفاسدة وقذرة إلى أبعد حدود الفساد والقذارة. نذهب إلى فاصل. المبلغ الإعلامي التلفزيوني للمرجعية السيستانية تعرفونه رشيد الحسيني، سأضرب لكم مثالا من برامجه، وهذا المثال يكشف لكم عن مدى التفاهة والسفاهة في هذه البرامج. لو لم تكن أجواء المرجعية السيستانية، ولو لم يكن هذا المبلغ الديني للسيستانيين بهذه الوساخة، لما تجرأ الناس وسألوا الأسئلة السخيفة. لكن الأمور من بعضها كما يقولون. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من هذه البرامج السيستانية السخيفة. شخص زوج أخته إلى صديقه، هذا صديقه سبحان الله بعد مدة من الزواج صار عنده عيب في ذكره. نعم. اي، فهذا اخو المره قال لهم بعد وفاتي، وكسؤال افتراضي، بعد وفاتي انه الذكر مالتي ينقل الى صديقي اللي هو زوج اخته، فلو فرضا نجحت العمليه شنو حكم الزوج صارت هنا؟ نعم نعم. طيب طيب، تسمع الاجابه عزيزي على هذا السؤال الافتراضي؟ على اي حال هذه اسئله افتراضيه. نعم. شوفوا هذا الكلام الان يقع، أنه بعض الأشخاص يزرعون بعض الأجزاء، أعضاء. مثلا امرأة تزرع يد لامرأة أخرى، فهذه إذا زرعت يد لامرأة أخرى أمام زوجها، هذه اليد يمكن زوجها ينظر إليها، لأن هذه يد. هذا الكلام يأتي حتى على الشعر. أنا إذا زرعت شعر وهذا الشعر كان لآدمي آخر، يجوز زوجها أو أبوها ينظر إلى هذا الشعر؟ فنقول إذا زرع أي جزء من أجزاء البدن من أي إنسان أو حيوان أو حيوان، فصار جزء هذا الإنسان، فإذا صار جزء هذا الإنسان فيلحق به، فيكون حكمه حكمه ما له. نعم، ما كان له. هذه القذارة تأتي في سياق القذارات الأخرى. الناس حينما يسمعون هذا وغيره وهم يتحدثون عن مشروعية التلقيح الصناعي، التلقيح الاصطناعي، إنها التفاصيل القذرة لا أريد أن أحدثكم عنها، لكنهم حينما يسمعون فتاوى السيستاني وفتاوى ولده المرجع القادم في هذا الموضوع، يستسيغون هذه الأسئلة ويستسيغون هذه القذارة التي لا فائدة فيها ولا نفع فيها، لكن الأجواء السيستانية هي التي تسمح بذلك، هي التي تسمح بهذه القذارة. أعرض بين أيديكم فيديو يتحدث عن مصدر المني الذي تلقح به النساء بحسب فتوى السيستاني في التلقيح الصناعي والإنجاب الصناعي. إنه فيديو يحدثنا عن بنك من البنوك المنوية التي تزود العالم ب
مني الرجال الأجانب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة. أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب. حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته. تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي. هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة. هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي. في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟ نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة. وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية. هذا البنك وأمثاله المصدر للمني الذي يستعمل في التلقيح الصناعي في كل دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط. من هنا يأتون بأولادكم. أخاطب الذين يتمسكون بفتاوى السيستاني في إباحة التلقيح الصناعي لإنتاج أولاد الحرام، لإنتاج أبناء الزنا. هذا الواقع القذر بكل هذه الفتاوى القذرة وبكل هؤلاء الشخوص القذرين وبكل هذه الأجواء القذرة، إنها قذارة في قذارة في قذارة. هذه مواخير، هذه مواخير ما هي بمرجعيات دينية، هذه مرجعيات المواخير. ولذا لا نستغرب أن تصدر من هذه المواخير فتاوى المواخير. ومن أقذر فتاوى المواخير هذه ما يصدرونه هؤلاء المراجع من أن ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه يبطل الصلاة. حينما يذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة اليومية، يقول السيستاني وبقية الطوسيين من أن ذكر علي يبطل الصلاة. هذه فتاوى المواخير، لأننا تعلمنا في ثقافة العترة الطاهرة من أن كل ما يبعد عن علي فإنه يخرج من المواخير، فإن عليا لا يبغضه إلا أبناء الزنا وأبناء الحيض والمأبونون، مثلما جاء في الروايات المطعون في عجانته. من هذه الأجواء يخرج العداء لعلي،
لذا لا نستغرب أن تخرج الفتاوى من مرجعيات المواخير هذه في أن ذكر علي يبطل الصلاة. هذا هو واقع المذهب الطوسي. أنا لا أتحدث هنا فقط عن السيستاني، أنا أتحدث عن المذهب الطوسي منذ أن أسسه الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة، لكن الكلام انحصر في هذه الحلقات بالمرجعية السيستانية، لأن العنوان لهذه الحلقات دجال سجستان. الجهة التطبيقية وهي الجهة الثالثة لا زالت مستمرة. حدثتكم اليوم في هذه الحلقة عن المؤسسات السيستانية الفاسدة القذرة وعن الوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا. لا أتحدث عن الجميع، إذا أردت أن أستثني البعض فإنني أستثني عددا قليلا منهم، وإلا فإن أكثر وكلاء السيستاني من الساقطين أخلاقيا ودينيا، وأبناء مناطقهم يعرفون هذا، يعرفون هذا. إن لم يكونوا ساقطين أخلاقيا ودينيا في يومهم هذا، فإن سقوطهم الأخلاقية كان معروفا في ماضي أيامهم. وشبيه الشيء منجذب إليه كما يقولون. وقت الحلقة انتهى. بهذا تم الكلام في الحديث عن المؤسسات السيستانية الفاسدة القذرة وعن الوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا. سأحدثكم غدا في بقية النقاط وفي بقية المعطيات. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.